بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات عظماء من بلاد الإسلام. وأستفتح هذه السلسلة السابعة بامرأة جليلة القدر، عظيمة، بل لم يكن في أمتنا الإسلامية امرأة مثلها. هذه المرأة هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، خديجة بنت خويلد بنت ابن أسد ابن عبد العزة بن قصي بن كلاب، فهي تجتمع مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جده الخامس. وقضية النساء قضية مهمة، وذكر عظيمات النساء ضمن ذكر العظماء أمر جليل، وذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن الهجمة اليوم شرسة عظيمة، إنما هي ضد النساء، ضد النساء. وأي نساء هن؟ النساء المحجبات الملتزمات بدينهن، النساء المثقفات ثقافة إسلامية جيدة، النساء اللواتي يعتززن بإسلامهن ودينهن، الهجمة عليهن شرسة جدا. واليوم نسمع عن تحرير المرأة وحركات تحرير المرأة وحرية المرأة و و و، إنما هي شعارات مرفوعة، القصد منها والغرض تحطيم المرأة المسلمة وإبعادها عن إسلامها ودينها والتزامها بربها. لذلك كان إيراد بعض عظيمات النساء أمرا مهما جدا، هذا أولا. وثانيا، من الملاحظ طوال التاريخ أن العظمة والنتائج التي تترتب عليها والعمل والجهد والبذل والعطاء إنما كان للرجال في معظمه، وحظ النساء في هذا قليل. وسبب فيما أظن أو قدر والله تعالى أعلم أن المرأة مشغولة بتربية أولادها وبرعاية بيتها وزوجها وشؤونها الداخلية، بينما الرجل يستطيع بما أوتي من نوع من الحرية في الخروج والدخول والضرب في الأرض يستطيع أن ينتج أكثر. لكن الإسلام لم ينسى المرأة تبعا لذلك، فالمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تذكر تفضيل الرجال عليهن بالجمعة والجماعات والصلوات في المساجد والجهاد في سبيل الله والنفقة إلى آخر ذلك. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قولا جعلها تذهب وهي تكبر، قال: إن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك كله. الله أكبر. يعني المرأة عندما تحسن التبعل لزوجها، تحسن معاملة زوجها، يعدل الجمعة والجماعات والجهاد والنفقة والحج، كل الذي يفعله الرجال. هذه بشرى عظيمة للمرأة إذن، وبشرى جليلة جدا. لكن تبعا لذلك المرأة مشغولة، والمرأة بعيدة في معظم أطوار التاريخ عن الأعمال المؤثرة العظيمة. ولكني مع ذلك أوردت في هذه السلسلة، أو سأورد في هذه السلسلة، السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وسأورد في آخرها قصة مريم جميلة، المرأة اليهودية الأمريكية التي أسلمت وحسن إسلامها وكان لها أثر جليل. أما هذه المرأة الجليلة العظيمة فهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد، وخويلد ابن أسد هو أحد وجهاء قريش وعظماء قريش، وهو كان ضمن الوفد الذي ذهب ليهنئ
الملك الحميري سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباش وإخراجهم من اليمن بعد سنتين من عام الفيل، عندما رجع أبرهة ممزقا جيشه ومات في الطريق. أرسلت مكة وفدا فيه عبد المطلب طبعا، وفيه جد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خويلد ابن أسد، وفيه جماعة من وجهاء مكة، فكونه واحدا من الوفد يدل على وجاهته في قومه. وأمها اسمها فاطمة، ولم تأتي كتب التاريخ بكثير خبر عن أمها، لكن كان التاريخ يذكر أنها وهي في الجاهلية رضي الله تعالى عنها تدعى بالسيدة الطاهرة، بالطاهرة، تدعى بالطاهرة، وهذا رفع لشأنها ومقدارها. حتى قبل إسلامها كانت تتجنب كل ما يلحق بسمعتها من أذى وبعرضها من خدش، لذلك كانت تلقب بالطاهرة. وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، على أنها تزوجت مرتين قبله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومات الرجلان وخلفت من واحد منهما ابنا فقط، وهو هند ابن أبيها له، هند ابن أبيها له، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خديجة رضي الله تعالى عنها. وهند لمن يتذكر هو الذي وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الوصف الجليل العظيم في الحديث الطويل، عندما سأله الحسن والحسين أيضا عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التفصيلي، فأتى بذلك الحديث الجليل الجميل. هذا هند، وهو ربيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قضت مدة طويلة لم تتزوج رضي الله عنها، حتى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم روعة وجلال. ذاك أنها كانت امرأة تاجرة، وكانت من أرفع نساء قريش نسبا وأكثرهن مالا، ورغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمانته وصدقه أن يخرج بتجارتها إلى الشام، في المرة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وبعثت معه غلامها ميسرة، وأمرته أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه في شيء. فخرج ميسرة معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبورك في تلك التجارة، وعاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بأرباح. وقص ميسرة على خديجة رضي الله تعالى عنها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن تعامله وجميل خلاله وشريف خصاله، فطمعت فيه. وهكذا المرأة الصالحة إذا علمت بوجود رجل صالح يصلح لها فلا بأس ولا ضير ولا عيب أبدا أن تكون هي المتقدمة، وهي التي تبادر، وهي التي تكلم، وهي التي تخطب وده، كما فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذا من سعادتها، وهذا من عناية الله تعالى بها، أن رزقها أعظم رجل في الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمت له، والروايات كثيرة كيف فعلت، منها أنها كلمت أختها هالة، ومنها أنها كلمت غلامها. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله الخبر أن خديجة رضي الله تعالى عنها ترغب فيه زوجا لها، فكلم عمه أبا طالب وذهب ليخطبها من عمها عمرو بن أسد، ليخطبها من عمها عمرو بن أسد، وزوجه إياها على 12 أقية ونشا، والأقية 40 درهما، والنش نصف أقية، فكان صداقها إذن 500 درهم رضي الله تعالى عنها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد ناهزت 40، وهو في 25 من عمره المبارك صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا يجلب سؤالا، طاعة
طالما يتردد في المجتمع، إذ أن كثيرا من الناس يحجم أن يزوج ابنته إن كانت تكبر الرجل ولو بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ويقول هي أكبر منه. وهنا خديجة رضي الله عنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكبر منه 15 عاما. العبرة ليست في الكبر والصغر، إنما العبرة في العقل الراجح. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها سرته. هذه العبرة، إذا نظر إليها سرته. أما وتنكح المرأة لأربع، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في السيدة خديجة لما كانت عليه من عقل تام، وقلت لكم كانت تلقب بالطاهرة رضي الله تعالى عنها، ولأنها في المنزلة العليا من قومها نسبا وشرفا رضي الله عنها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معها 25 عاما حتى بلغ عمره الشريف 50 سنة، وبلغ عمرها 65 سنة ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتسر، أي لم يتخذ سرية وهي الجارية. وفي هذا عبر جليلة: أولاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خديجة حبا ملأ قلبه، والرجل إذا أحب المرأة حبا كبيرا قلما تزوج عليها. لماذا يتزوج؟ وما هي الحاجة له أن يتزوج؟ إن كانت تريحه، وإن كان يحبها، وإن كانت تحبه. وهذا الذي حدث، فهو قد مكث معها ربع قرن وهو شاب صلى الله عليه وسلم يتوقد شبابا، ومع ذلك لم يتزوج عليها ولم يتسر صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. إذن المرأة إن أرادت ألا يتزوج عليها زوجها فلا تتعبه ولا تضايقه ولا تضيق عليه حياته بالغيرة أو بسوء الخلق أو بالصياح أو بالسباب أو الشتائم إلى آخره، فهو سيحبها وسيكتفي بها. أما الأمر الثاني المهم من هذه العبرة في هذه القصة، وهو أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها على كبر سنها 65 سنة، وهو 50 سنة صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها. في هذا رد على المستشرقين الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في قضية زواجه المتكرر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حيث قد تزوج صلوات ربي وسلامه عليه 13 امرأة، جمع بين 9 منهن، وكان لزواجه في كل تلك المرات قصة جليلة. فهو إما يتقرب إلى قوم بالمصاهرة إليهم، أو يجبر كسر امرأة بالزواج منها، أو هنالك أسباب كثيرة. والدليل على أن هؤلاء المستشرقين كذبة فجرة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث ربع قرن مع خديجة في أجمل أيام حياته صلى الله عليه وسلم، وكلها جميلة رائعة، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتسر. هم يقولون كان صاحب شهوة وكان، والنبي أي نبي من الأنبياء، إنما هو بشر، وإنما هو رجل من الرجال يحتاج ما يحتاجه الرجال. هذا هو المعروف والمعلوم من حال الأنبياء. طيب، ولم يلتفتوا إلى أن سليمان عليه الصلاة والسلام، وقد ورد ذلك في التوراة، كان له 1000 امرأة وكان ملكا جليلا عظيما، وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة في نفوسهم سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا لحاجة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولقصة زواجه بأولئك النسوة تفصيل غير هذا. لكن المقصد عندما أوردت قصة خديجة رضي الله عنها وأنه مكث معها ربع قرن لم يتزوج عليها ولم يتسر صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن مزاياها الشريفة الرائعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق بالأولاد منها ولم يرزق من غيرها من النساء، اللهم إلا من مارية القبطية التي أرسل له المقوقس عظيم الأقباط من مصر، فرزق الله تعالى منها إبراهيم.
رضي الله تعالى عنه. أما غير ذلك فلم يرزق بأولاد من أي من النساء إلا من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان قد رزق منها القاسم، وقيل هو الذكر الوحيد، وكان يلقب بالطاهر والطيب، واسمه عبد الله، هكذا توجيه هذه الأربعة أسماء، أن اسم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة هو القاسم، وقيل إن اسمه عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وعلى ذلك أكثر العلماء، وبعضهم يثبت عبد الله ويقول مات صغيرا، لكن الراجح أن له منها ولدا واحدا ذكرا وهو القاسم صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فيقال له أبو القاسم. ورزق بأربع بنات، رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضوان الله تعالى عليهن جميعا، وكلهن تابعنه وأسلمن لله تعالى رب العالمين، فكانت ذرية طاهرة من خديجة رضي الله تعالى عنها، وأفضلهن مطلقا السيدة فاطمة رضي الله عنها، لما ورد فيها من فضائل، ورد فيها فضائل كثيرات، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمها نصا فاطمة رضي الله عنها. هذه من مزاياها الشريفة، مزايا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، مزايا رائعة جليلة في الحقيقة، أن يرزق منها الولد ولا يرزق من غيرها. لذلك لما كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تغار منها وتقول، عندما جاءت هالة أخت خديجة، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة معه، فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه رواية البخاري وفي رواية مسلم، ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصوت هالة، فقال اللهم هالة، يعني تذكر صوت خديجة رضي الله تعالى عنها عندما قدمت هالة. فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت قد أبدلك الله تعالى خيرا منها، قد أبدلك الله تعالى خيرا منها. وفي رواية أنها قالت له ما تريد من امرأة وما تريد من عجوز من عجائز قريش حمراء الشتقين، طيب قد أبدلك الله تعالى خيرا منها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها كانت وكانت، وعدد فضائلها، وقد رزقني الله تعالى منها الولد. فلما تبينت غضبه صلى الله عليه وسلم قالت والله يا رسول الله أول الذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير، لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير. وفي رواية أنه لما قالت له قد أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. انظر إلى الوفاء أيها الإخوة، مع أنه يحب عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويحب عائشة ويفضله. عندما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، هكذا. ولم يخجل أن يصرح بها، لم يستحي أن يصرح بهذا صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، وهذا في تعليم لنا، لا بأس بأن يصرح الإنسان بحبه لامرأته ولنسائه، لا بأس بهذا. قلت يا رسول الله أعني من الرجال؟ قال أبوها رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق، وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مقام خديجة رضي الله تعالى عنها قد انجرح قال لا والله ما أبدلني الله تعالى خيرا منها، إذ صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فرد عليها ردا عظيما صلى الله تعالى عليه وسلم، رد كله وفاء لهذه السيدة الطاهرة رضي الله عنها، كان وفيا لها أيما وفاء صلى الله عليه وسلم، يذكرها بخير. وتقول عائشة رضي الله عنها كان ربما يذبح الشاة ويقطعها ويرسلها إلى صدائق خديجة، أي إلى صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، تذكرا لها لهذه المرأة. اسمعوا أيها الرجال، يا من مات أزواجكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الشاة ويذبحها ويقطعها ويرسلها لصدائق خديجة
وفاء لها رضي الله تعالى عنها. إذا من مزاياها الشريفة الجليلة أن الله تعالى رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الولد، منها الولد. طيب، وتبعا لذلك فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله تعالى، لأن آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وفاطمة من خديجة رضي الله تعالى عنها أو عنهما. إذن هذه مزية باهرة وفضيلة جليلة لها رضي الله عنها، أن بقي نسلها أو انحصر نسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى يوم القيامة، فهذه مزية ليس بعدها مزية لها رضي الله تعالى عنها. ومن مزاياها أيضا أنها ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، وهي لحظة حرجة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ويتبدى له جبريل في صورة جليلة، والغار لمن زاره ضيق، وفي الليل، وعندما يفجأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حادثة جليلة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى خديجة، زملوني زملوني، دثروني دثروني، صلى الله عليه وسلم أصيب بالخوف من جراء ما حدث له صلى الله عليه وسلم. وما حدث له أمر جليل عظيم، اتصال السماء بالأرض واتصال جبريل به وغطه إياه وسريان النور إليه صلى الله عليه وسلم، شيء جليل عظيم. لذلك فيقول لخديجة رضي الله تعالى عنها: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي، خفت، خشيت، وهو بشر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت: ماذا؟ هذه المرأة العاقلة ذات العقل والحزم والدين. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ما معنى لا يخزيك الله أبدا؟ يعني أن ما رأيته حق، وأن ما جاءك ليس بشيطان وليس بأمر يخزيك في قومك وفي بلدك، إنما هو أمر حق. هذا معنى كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بررت هذا بماذا؟ وفي هذا تذكير بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق صادق صادق، ولو لم يكن له من معجزة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم إلا سيرته وشمائله لدلت على صدقه صلى الله عليه وسلم. كيف ومعجزاته كثيرة جدا، وهذا مهم ومهم جدا، لأن الرجل الذي كان صادقا أمينا مع الناس لا يمكن أن يكذب على الله تعالى، والرجل الذي كانت شمائله شريفة إلى الحد الذي انتشر في قومه لقبه بالصادق الأمين لا يمكن أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله، حاشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. اسمعوا الصفات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه: إنك لتصل الرحم، وفي هذا أهمية جليلة لصلة الرحم، وتكسب المعدوم الفقير تعطيه المال، وتحمل الكل أي الضعيف، تحمل الكل أي الضعيف، وتقري الضيف. كيف وجده؟ كيف لا وجده إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. إذا جاءت نائبة لإنسان مصيبة تعينه في الكشف عنها، في كشفه عنه، في كشف المصيبة عنه. إذن هذه الصفات فهمت منها السيدة العاقلة أن ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حق من الله تعالى لا يمكن أبدا يخزيه الله تعالى فيه. لذلك سارعت، أخذته وسارعت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة، وهو حديث صحيح، يعني أنه مات مسلما رضي الله عنه. كيف ولم يدرك البعث؟ ذاك أنه كان حنيفا ولم يمل إلى عبادة الأوثان رضي الله عنه. طيب، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثياب بيض. المهم، فهذا ورقة بن نوفل رضي الله عنه قالت: اسمع من ابن أخيك،
اسمع من ابن أخيك، وهو توقيره، ليس ابن أخيه لكنه من باب التوقير لسنه، اسمع من ابن أخيك. فسمع منه فقال: هذا الناموس الذي جاء وأنزل على موسى. جبريل فهم ورقة من نوفل، يقول: ليتني فيها، ليتني أكون حيا، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فتمنى أن يكون فيها جذعا، أي يكون فيها فتيا شابا يساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤازره وينصره عندما تأتيه شواهد الحق بأنه رسول صلى الله عليه وسلم. فخديجة إذن كان لها فضل كبير جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا جميعا طبعا بتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كان هو أشد ما يكون حاجة إلى تثبيت صلى الله عليه وسلم. فعلت به هذا الفعل وثبتته، ثم بعد ذلك واسته بمالها، كانت تعطيه المال الذي كان بحاجة له صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: واستني بمالها إذ حرمني الناس. واستني بمالها كيف؟ في شعب أبي طالب لما حوصر صلى الله عليه وسلم، وحوصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب، وهذا طبعا محاصرة بني هاشم وبني المطلب هي التي دعت كثيرا من العلماء إلى أن يقولوا إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورون في مؤمني بني هاشم وبني المطلب. ذاك أن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفهما منه وسائلا إياه المال كما أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، قال: إن وبني هاشم وبني المطلب شيء واحد، لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام. أما في الجاهلية فأمره معروف، الأحلاف التي كانت تعقد في الجاهلية، وأما في الإسلام فشعب أبي طالب يوم حوصروا فيه رضي الله تعالى عنهم 3 سنوات، حوصروا 3 سنوات، وكانت سنوات صعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. فكان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وهو ابن أخيها وهي عمته، في جاهليته يعني قبل أن يسلم، وحكيم من أشراف قريش، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وهو من هو مكانة وشرفا رضي الله عنه. عمته السيدة خديجة كانت تعطيه المال فيأتيها بالطعام خفية ويدخله الشعب، شعب أبي طالب، فوجده أبو جهل يوما في الطريق، فقال: ما تصنع؟ قال: إن عمتي أرسلت إلي تريد طعاما. قال: والله لا أدعك تذهب بالطعام إلى بني هاشم أو أفضحك في مكة. فمر أبو البختري بن هشام وهو قريب للسيدة خديجة ولحكيم، قال: ما لك وله؟ فقص عليه خبر، قال: يذهب بالطعام لبني هاشم. قال: عمته تريد الطعام ويذهب به إلى، يذهب بالطعام إليها، ما لك وله؟ قال: والله لا أدعه أبدا يذهب بالطعام إلى بني هاشم. وأبو جهل شديد العداوة، نسأل الله السلامة والعافية للإسلام والمسلمين. هنا الذي حدث أن أبا البختري بن هشام أخذ لحية بعير وضرب به أبا جهل فشجه ووطئه وطئا شديدا، وأمر البضاعة إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. المهم، فخديجة رضي الله عنها كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها، وكانت تعطيه في أوقات صعبة شديدة. هذه مسألة. وهنا أيها الأحباب الكرام، المسائل التي تثور دوما وأبدا عن قصة معاونة المرأة لزوجها ومعاونة المرأة لرجلها بإعطائه مالا، بعض الناس يستعيب ذلك ويراه أمرا صعبا، والعوائل تتدخل ووالد الزوجة تتدخل وأمها تتدخل، ما لكم ولها؟ اتركوا المرأة تساعد زوجها، لا بأس بهذا، لا بأس إن كانت المرأة ذات مال وتعب زوجها أو كان ضيق ذات اليد أو كان محتاجا لمالها والمرأة رأت أن تعين زوجها بالمال، فما هو الضير في هذا؟ ما هي المشكلة في هذا أيها الإخوة الكرام؟
والأخوات الكريمات نقطة مهمة جدا. لماذا نعيب نحن على بعض النساء إن أرادت أن تساعد زوجها المحتاج وتعطيه المال؟ يعني هذا من باب حسن الخلق وحسن العشرة وجميل الحياة بينهما، فلا بأس ولا نتدخل ولا نفرض على الزوجة ألا تصنع ذلك ونخوفها ونقول زوجك سيأخذ مالك وإلى آخره، هذا لا ينبغي ولا يحسن. اترك المرأة تعين زوجها بما شاءت وبما أرادت. هذه زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت تساعد زوجها رضي الله تعالى عنهما، والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تساعد أشرف الخلق وأحسنهم بمالها رضي الله تعالى عنها، فلا بأس بهذا، لا بأس أيها الإخوة، ولا نتدخل ولا نقول لماذا وإلى آخره. اترك المرأة تساعد زوجها. ومن فضائلها الكريمة أنها لم تكن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. امرأة تعيش ربع قرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت في حديث واحد أنها ردت عليه صلى الله عليه وسلم، ولا أنها أغضبته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا أنها نافرته صلى الله عليه وسلم 25 سنة أيها الإخوة والأخوات، وهي مدة طويلة جدا أن تعيش امرأة مع زوجها بدون منافرة ولا غضب، وهذا يدل على رجحان عقلها وكمال خلالها وشريف خصالها. أين هذا من النساء اليوم؟ النساء اللواتي يغضبن أزواجهن في اليوم وليلة مرات، ما هو في السنوات وكذا، ويحدث منهن ما يحدث. فهذه المرأة العاقلة عاشت ربع قرن لم تغضب زوجها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ولقائل إن يقول إنه رسول فكيف تغضبه؟ ليس هذا بشرط، فقد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضبنه ويراجعنه حتى يعتزلهن شهرا لأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم. فامرأة تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة ولا تغضبه ولا تأتي بشيء ينكد عليه، هذه امرأة جليلة. وهي دعوة مني لنساء الدعاة والعاملين والصالحين والمشايخ وطلبة العلم أن ينتبهوا لهذه القضية، فإن الداعية والعاملة والمضحي والفاضل وطالب العلم والشيخ كل هؤلاء يحتاجون إلى راحة في بيوتهم، فإذا عاد إلى بيته وجد المرأة تصيح عليه، وجد المرأة تنكد حياته، وجد المرأة تضايقه، فكيف يصنع إذن؟ كيف يعمل إذا كان في خارج البيت هو متعب مع الناس، وفي داخل البيت متعب مع أهله؟ متى يرتاح هذا الرجل ومتى يسكن؟ يعني إذن نقطة مهمة. لذلك كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في صد قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتكذيبهم إياه، كان يجد في خديجة رضي الله تعالى عنها الملجأ له صلى الله عليه وسلم، تواسيه وتهدئه صلى الله عليه وسلم وتثبته. هذه وظيفة المرأة مع زوجها، تساعده وتعينه، لا أن تكدر عليه حياته، لا أن تضايقه، لا أن تغلق عليه الأبواب، لا أن تمنعه من الخروج والدخول إلى آخره كما تفعل النساء أو كثيرات من النساء اليوم. هذه نقاط مهمة ينبغي أن تفهمها المرأة وأن تعيها المرأة، كيف تريح زوجها في بيته، كيف تعينه على أداء عمله في الخارج، كيف تساعده وتدفع به إلى المعالي أيها الإخوة. كما كان يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، أي امرأة عظيمة، فينبغي أن تكون المرأة كذلك، تساعد زوجها وتدفع بزوجها إلى المعالي. ومن مزايا هذه المرأة الشريفة الرفيعة القدر أن جبريل عليه السلام كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت خديجة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هي خديجة قد أتت ومعها إناء فيه طعام أو شراب، طعام أو شراب، فأقرئها مني ومن ربها السلام، أو فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. والقصب هو اللؤلؤ، قصب اللؤلؤ المنظوم، لا صخب فيه ولا نصب، النصب هو التعب والصخب هو الضجة. وبعض العلماء يقول في هذا الحديث إن هذا جزاء عمل تلك السيدة الفاضلة الطاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك أنها لم تكن تتعبه
ولم تكن تصخب عليه في بيته فكافأها الله تعالى ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. وهو استدلال لطيف من هذا العالم، استدلال جميل يعني. وبشر خديجة، ويبشرها الله تعالى وهذا مزاياها الرائعة، ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. وفي رواية أنها قالت عليه السلام، وفي رواية أنه سلم عليها وهي موجودة في البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم هذا لامرأة غيرها رضي الله تعالى عنها. هذا يعني من فضائلها وشمائلها الكريمة رضي الله عنها، أن يسلم عليها ربها الجليل وأن يسلم عليها جبريل عليه السلام. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد، وخير نسائها يعني خير نساء زمانها، خير نساء العالمين في زمانها مريم ابنة عمران، وخير نساء العالمين في زمانها خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذه مزية رائعة جدا، فهي بهذا خير نساء هذه الأمة رضي الله عنها. وقد وقع خلاف بين العلماء أيهما خير، السيدة خديجة رضي الله عنها أم السيدة عائشة، واختلف العلماء في هذا، وعندي يقينا أنها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من السيدة عائشة لما عليه كانت عليه من شريف الخصال وجميل المناقب رضي الله تعالى عنها. والمسألة طويلة ومتشعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أربع من نساء العالمين: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنهن، حيث قال: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، ولم يكن من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنهن جميعا. إذن هي من كمل النساء وخير النساء هذه الأمة، وهي أم فاطمة رضي الله تعالى عنها، بضعة النبوية أي قطعة النبوية، التي أيضا قيل إنها أشرف نساء هذه الأمة، وبعض العلماء يفضلها على أمها رضي الله تعالى عنهن جميعا. إذن هذه مزية رائعة أيضا، أنها كانت خير نساء هذه الأمة. وهنا أيضا إشارة للنساء، أنها لما أراحت زوجها ووسته بالمال وثبتته ورضيت حياته صلى الله عليه وسلم على فقر كان فيه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ورضيت منه كل هذا، كافأها الله تعالى المكافأة الجليلة. وهذا أمر مهم للنساء، لأنهن كثير من النساء تظن: أنا أتعب مع زوجي، أنا أعمل كذا، أنا أعمل كذا، ولا أجد المقابل، ولا أجد المكافأة، ولا وهو كذا، وهو يعني خالفني، وهو خان عهدي، وهو أيتها المرأة، أين الآخرة؟ وأين درجات الآخرة؟ وأين تعويض الله تعالى لك؟ هذا إن فهمته المرأة في حياتها استراحت كثيرا، يعني ذهب عنها كثير مما تجد، أن التعويض الحقيقي ليس في الدنيا إنما هو في الآخرة، وأن لك الدرجات العاليات إن صبرت، إن صبرت على الزوج وعلى حياته، سواء كان طيبا معك أو كان غير ذلك، إن صبرت كان لك الأجر الجليل العظيم. هذه يعني إن فهمتها النساء استقامت الحياة، واستقامت بيوت المسلمين، واستقام المجتمع المسلم، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه: أكل البيوت تبنى على الحب؟ ما هو كل البيوت تبنى على الحب، ما هو كل البيوت تبنى على التفاهم المطلق، ما هو كل البيوت تبنى على الفهم الكامل بين الزوجين، لا، هنالك بيوت تقوم على أنه لا بد من الحياة ورعاية الأولاد، ولو اختلف الزوجان، ولو اختلف الزوجان لا بأس بهذا، لأن يعني وكثير من النسوة يتعلل بأن هذا رجل سيء، أو أن هذا رجل فيه كذا، وأن رجل هذا فعل بي كذا وفعل بي كذا وفعل بي كذا، ولو فهمت المرأة أن لها أجرا عظيما عند الله تعالى إن صبرت كان ذلك خيرا لها ولا شك. لذلك كان وقع وفاتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما وشديدا وصعبا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم،
حيث ماتت رضي الله تعالى عنها في العام العاشر من البعثة، في العام العاشر من البعثة، حيث تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وتوفيت في العام العاشر، وبين وفاتها ووفاة أبي طالب قيل ثلاثة أيام وقيل أقل من ثلاثة أشهر. المهم، فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان: مصيبة فقده عمه الذي كان يساعده وكان يذب عنه وكان يبعد عنه مكايد قريش، ومصيبة فقده السيدة التي كانت تواسيه وكان يجد عندها الراحة والاطمئنان صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك سمي بعام الحزن، عام الحزن، العام العاشر من البعثة. وكان بعد ذلك قد وقع الإسراء والمعراج، فكأن الله تعالى أراد أن يعلل نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يطيب قلبه وأن يذهب عنه الحزن بذلك الحادث العظيم، بذلك الحادث العظيم الجليل، الإسراء والمعراج. طيب، في وفاة السيدة خديجة، في وفاتها في العام العاشر من البعثة رضي الله تعالى عنها، إذن قد توفيت وعمرها 65 سنة، وقد عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة. ومن هداياها له صلى الله عليه وسلم أنها أهدته زيد بن حارثة مولاه، هي كانت قد اشترته، أو كان حكيم قد أهداها، ابن حزام أهداه لها رضي الله تعالى عنهما. فلما رأت تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم به، وهبته لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هنالك حادثة أيضا تدل على الوفاء، أن زينب رضي الله تعالى عنها ابنة خديجة رضي الله تعالى عنها كان قد تزوجها أبو العاص بن الربيع، ولما جاء الإسلام أسر أبو العاص بن الربيع، فبعثت زينب بقلادة أمها التي قلدتها لها في يوم زفافها بأبي العاص، قلدتها هذه القلادة، فبعثت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتدي أبا العاص زوجها، وكان آنذاك قائما على شركه رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أسلم وتوفي عنها بعد ذلك رضي الله تعالى عنهما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة خديجة تأثر بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وتذكر أيام خديجة، وقال: إن شئتم تركتم لها أسيرها ودفعتم لها مالها. قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا لسيد الخلق يستشير أصحابه رضي الله تعالى عنه في أن يترك القلادة لزينب ابنته، الله أكبر. يعني هذه إحدى العجائب، هو رسول مسدد ومؤيد صلى الله عليه وسلم، ويستشير مع ذلك أصحابه ويستأذن أصحابه، ذو الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، ففعلوا رضي الله تعالى عنهم، وفك أسر أبي العاص بن الربيع. فهذه قلادة خديجة رضي الله تعالى عنها. ولم يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرت لكم نسل إلا من فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني أحفاد إلى يوم القيامة، إذ أن زينب ورقية وأم كلثوم، زينب قد مات ولدها، ورقية وأم كلثوم لم يكن لهن أولاد، وهكذا، ولم يبق من الأولاد إلا ما كان من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قصة خديجة رضي الله عنها تصلح أن تكون مثلا للنساء، ينبغي أن يدرس النساء جميعا كبارا وصغارا، الفتيات والصغيرات والكبيرات، قصة خديجة رضي الله تعالى عنها، لما فيها من العبر والعظات وحسن التعامل مع الزوج، ولما فيها من الصبر، ولما فيها من مواساة، ولما فيها من العطاء، ولما فيها من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولما فيها من المثابرة على فعل الخيرات. فهذه المرأة مكثت 15 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وعشر سنوات بعد البعثة وهي تساعده وتسدده وتؤيده وتذب عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه مدة طويلة وهي صابرة محتسبة، لم يؤثر عنها ضجرا،
ولم يؤثر عنها ملل ولم تتأثر رضي الله تعالى عنها أبدا. فما أحوج النساء جميعا والداعيات خصوصا، وجه كلامي للداعيات في آخر حديثي، لأنهن الأمل بعد الله تبارك وتعالى في عودة الأمة إلى سابق مجدها وإلى قديم عزها. النساء الداعيات العاملات حقيقة، لأن النساء الداعيات العاملات يذببن عن الأمة ويبعدن عنها المشكلات والشبهات والشهوات القائمة، ويقمن على تربية النساء وتربية الصغيرات إلى آخره. خطاب للنساء الداعيات، تأملوا سيرة خديجة رضي الله تعالى عنها، واتعظوا بما جاء فيها من عبر وعظات، واتعظن بما جاء فيها من عبر وعظات، وافهمنا هذه السيرة، لا ترددنها كالببغاوات ولا تفهمنها، افهمنا هذه السيرة وطبقناها في حياتكن وفي دعوتكن، فإنها خير معين لكن في الدعوة وفي طريقكن إلى الله تبارك وتعالى. وذاك أن قصتها صالحة جدا لأن تتكرر في كل زمان ومكان قصة صبرها وثباتها وتحملها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا غرو إذن أن جعلها أكثر العلماء خير نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واستفتحت هذه السلسلة بهذه المرأة وسيرتها العطرة، ونعلم أنكم تعلمون تفاصيل أو كثيرا من تفاصيل حياتها، لكن ما أردت أن أعطر هذه السلسلة بذكرها وأذكر ما فيها من عبر وعظات فائدة لنا جميعا وللنساء خصوصا. وسأذكر إن شاء الله تعالى جملة من النساء فيما بعد ذلك، ممن عملنا واجتهدنا وثابرنا وأعطين، وذاك للأهمية القصوى لذكر سير النساء الصالحات العاملات المجتهدات الداعيات إلى الله تعالى في زمن صارت فيه شبهات تترى، وصارت النساء الصالحات محاصرات، وأصبحت الهجمة كبيرة جدا عليهن. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بهذه السيرة العطرة، وأن يرفع قدر هذه السيدة المباركة في العالمين، وأن يعلي درجتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى قادمة في سيرة عظيم آخر. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.